نظمت مبادرة مصر تستطيع لذوي الإعاقة مائدة الخير بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة لعدد من ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وبحضور مجموعة من الشخصيات العامة. بعد سنوات من إغلاقها تم تجديد حديقة الميريلاند إحدى المعالم الرئيسية لحي مصر الجديدة والتي تمثل جزءا رئيسيا من ذكريات أجيال متلاحقة. بعد افتتاحها رسميا جاء اختيار دار الصحبة التابعة للأزهر الشريف ومبادرة مصر تستطيع لذوي الإعاقة للحديقة لإقامة حفل إفطار جماعي يجمع الأطفال ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين. جات لنا فكرة احنا عايزين نفرح معانا الناس دي، معانا مسنين وأيتام أطفال ومعانا ذوي احتياجات خاصة برضو أطفال. ويعني أنا بشكر جدا النائب كريم سالم إن هو ساعدنا بصراحة في إيفنت زي ده، إنه الميريلاند مكان جميل ورائع وفيه ذكرياتنا كلنا، يعني احنا المصريين وإحنا أطفال بنيجي هنا على طول، ومكان بعد ما اترمم وبقى جديد بقى فخر بجد إن الواحد مبسوط إنه مصر فيها شغل كويس جامد قوي زي ده. وحبينا نفرحهم ونعمل لهم افطار جماعي مع بعض هنا هوت في مكان اوبن اير ويكون حلو. حقيقه النهارده كان يوم مختلف ان احنا جمعنا ايتام وذوي اعاقه ومسنين في يوم واحد. قبل كده كنا بنعملها كانت بتبقى خاصه بالاعاقه بس، كان كل شغلي مع الاعاقه بس. النهارده فكرنا ان احنا نجمعهم كلهم طبعا بهدف ان هم لازم كجزء من المجتمع لازم يشاركونا في كل حاجه. وتاني حاجه ان احنا كل جبنا لهم تيشرتات مرسوم عليها محمد صلاح، وكنا بندعي لهم دعوه قبل المغرب على طول نقول له ربنا يشفيك، وبنقول لسيادة الرئيس ربنا معاك. طبعا دي مش اول مره، احنا علاقتنا بيهم طويله جدا جدا وبتشمل رحلات وبتشمل لقاءات في المناسبات القوميه والمناسبات الدينيه وفي رمضان، احنا دايما معاهم دايما معاهم، فاحنا بصراحه بنجد انفسنا بيهم. يعني الحياة بتاخدك في كل الاتجاهات، لكن واقعية الحياة ونعمة ربنا والناس الجميلة دي بتحسسك ان الدنيا حلوة وفيها حاجات حلوة وفيها قيم حلوة وفيها حاجات ممكن الانسان يبذل جهود فيها مجدية وبينه وبين ربنا، وده التكامل اللي في المجتمع. المجتمع لازم يتكامل على هذا الاساس، محدش يبقى مهمش، محدش يبقى على جنب، كلنا مع بعض. ثلاثة أجيال اجتمعوا هنا على طاولة إفطار واحدة لم يمنعوا اختلاف أعمارهم وظروفهم الصحية من المشاركة والاستمتاع بالطبيعة الساحرة لهذا المكان، إلى جانب إعلان دعمهم للاعب المصري محمد صلاح. حاجة حلوة قوي بتريح والله، ما تحس الواحد طفل معاك، وخاصة ما يكون من دور أيتام ولا حاجة، دي بتبقى حاجة جيدة والله، ربنا يجازيكوا كل خير ان شاء الله. انا مبسوط جدا ان انا يعني انا بصراحه اول مره في حياتي اجي مكان زي ده، فانا مبسوط جدا يعني طنط سمر عامل لنا العزومه دي واللي هي مجمعه كل الناس مع بعض، وانا كمان ابقى بطل الجمهوريه في السباحه. يعني الشهر اللي فات كنت واخد مركزين ثالث في سباق 50 متر ظهر وفي سباق 200 متر حره، وانا مشتغل على برنامج الفلاش يعني بعمل منه رسوم متحركه، وانا بصراحه بقالي سنين طويله يعني ليا حلم واحد بس من صغري، وانا نفسي ان انا ادخل البطولات العالميه. جايين نبسط النهارده ونفطر مع الناس اللي هم عايزين يفطروا معانا، واحنا بنقول لمحمد صلاح الف سلام عليك وشكرا لك. البسمة كانت هي القاسم المشترك على وجوه الجميع هنا، الأيتام وذو الإعاقة والمسنون، الجميع ضمتهم طاولة واحدة وسط أجواء التواصل والمحبة في هذا الشهر الكريم. جيرمين إبراهيم أون لايف. ان احنا من 2018 نعلن يكون عام لذوي الاعاقه ما كانش علشان بس نهتم بيهم شويه، بس عشان نفكر صحيح. الناس كلهم ان احنا عندنا فئه مهمه جدا في مصر، وبيحققوا كمان بطولات سواء كانت في الرياضه او كانت في الادب او في اي حاجه، بتلاقيهم ليهم اسم كده موجود وقوي عربيا او حتى عالميا. فاحنا بس بنفكر بعض ونفكر الناس عشان كمان نغير طريقه معاملتنا معاهم ونغير او نوعي الناس اكتر بضروره التعامل معاهم بشكل يليق بيهم.